بحبك ونفسي جوزك يسيبني احبك او يطنش او يلعب مع عمري تحت. ما تخلي يا ابني بقى يلا. النجم الكوميدي الجميل الراحل علاء ولي الدين كان واحد من أهم نجوم الكوميدي، ورغم مشواره الفني القصير إلى أنه ترك أثر كبير. علاء رحل عن عالمنا وعمره 39 سنة بسبب مشاكل صحية كتيرة. كان دايماً بيقول جملة هموت وأنا صغير. تعالوا نعرف تفاصيل وفاته وآخر كلماته وتأثير رحيله على حنان ترك وحسن فؤاد. اتولد علاء ولي الدين في 28 سبتمبر 1963 في محافظة المنيا، مركز بني مزار. درس في مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1985. بدأ مشواره الفني مع المخرج نور الدمرداش كمساعد مخرج وممثل. ظهر علاء في أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام، وبعد كده انطلق في البطولات وقدم أفلام مشهورة زي غبي على الزيرو أيام الغضب وآيس كريم في جليم، لكن انطلق بقوة من خلال أفلام زي عبود على الحدود والناظر، وشارك في مسرحيات مميزة جدا زي حكيم عيون ولما بابا ينام، وساهم في ظهور نجوم كتير زي أحمد حلمي وكريم عبد العزيز. اتوفى علاء ولي الدين في 11 فبراير 2003 في أول أيام عيد الأضحى بسبب مضاعفات مرض السكر. كانت وفاته صدمة كبيرة لكل اللي بيحبوه، خاصة زملائه في الفن. أما عن تأثير الرحيل على زملائه، حنان ترك اللي كانت معاه في آخر أفلامه عربي تعريفة عانت من صراع كبير بعد رحيله، وده أثر عليها بشكل كبير، وبعدها قررت تعتزل وترتدي الحجاب. أما الفنان حسن فؤاد اللي تعرف من خلال مشاركته في تترات مسلسل أرابيسك، اعتزل الفن بعد وفاة علاء ولي الدين، وفي لقاء تلفزيوني عبر عن تأثير وفاة أصدقائه وخصوصا علاء وعبد الله محمود وقد إيه تأثر بوفاتهم، وقرر يبعد عن الفن ويكرس وقته لحفظ القرآن وأصبح إمام في مسجد. وحكى معتز ولي الدين شقيق علاء إنه كان دايما بيقول جملة هموت وأنا صغير، وكان عنده شعور دائم بالقلق من الموت، والفنان محمد هنيدي طلب منه يبطل يقول الجملة دي، لكن للأسف كانت الجملة هي الواقع. والمخرج شريف عرفة كمان أكد في تصريحات سابقة ليه أنه كان موجود في الأيام الأخيرة لعلاء، وحكى أنهم كانوا في قمة نشاطهم في تصوير فيلم عربي تعريفة في البرازيل، لكن كان فيه علامات مرض واضحة عليه. شريف أكد أنه كان عاوز يشتغل معاه لفترة أطول، لكن القدر كان ليه رأي تاني. علاء ولي الدين ترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير وقدم أعمال مميزة لحد دلوقتي الناس بتحبها. رحيله كانت خسارة كبيرة للفن المصري، لكن ذكراها هتفضل حية في قلوب محبيه، وكمان تأثيره على زملائه زي حنان ترك وحسن فؤاد بيبين كان قد ايه ليه تأثير كبير على حياة الناس حواليه. قولوا لنا ايه اكتر فيلم بتحبوه للفنان الجميل الراحل علاء ولي الدين.